بسم الله، هاتم هاد الدار، تشارجي التليفون، خليت الامور كيف ما هي. خاوية، هاتم فردوس، هاتم هات 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 شي راه ما يسكنها سرق الزيت، خلى هذاك الراجل قال لك ادخل دير لي هاوي اهرب سر فر. نقولوا على سلام ان شاء الله، نتسناو الاثنين نحلوها باش ندير لكم فيديو من الداخل، ندير لكم فيديو قصير. يلا بسلامة. صور الوالدة. على زلمتك الوالدة. شتي الخيوط؟ الغلط؟ كاين كاين اللي كيدير زوج فوق اللي بغا في الخدمة. زوجة. صور فيا. كي دايرة المهمة؟ لاباس عليك؟ على سلامتك. الله يهديك. هاد الدار باقا بعدا ما نتفوش كلشي. لا ما نتفوش كلشي. هذا كنتو هذيك مولا براس راه ملي خرج كان شو شي مصدي انا اللي ناقص الشرجم التصاوير ديالكم نتوما لا لا هو من الثمانينات دخل هو يا ما عرفتش شحال كيتسالوه هنا ما شحال كيتسالوه الضوء غنمشي نسول كلشي خمس شهور ولا ست شهور ولا خمس شهور تقريبا الكرا كيتسالو جاي واحد 10000 درهم والماء والضوء حنا غنشوفو نقول الله يرحم ها هذاك الشيء خصو نخلصو نورمال مو كان قال لك المحامي خاص دير عاوتاني دعوه وحاله سالو تم خلص ما ناقش براس هاي اللي نجي حما بعدا حما هو كاين اللي كيفصل كيهرس هذا الشيء كاين اللي كيهرس هذه ما داوش حما ملي خلاها بلافون وكان العشاء ولا اللي كنشوف مالك انا كنشوف زعما فين كانوا عايشين حتى هما زعما راه ماشي غير هو راه تعرف نفس المشكل تدخل الدار وتهرب نجيني كتشوف النعمة اللي عطاه الله هو عايش بحال هكا في القش راسها هو وهادي وساكن فيها ديال الدوام اسمع زوين اسمع